مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية هو موضوع الندوة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني على مدى يومين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. الندوة تطرح للنقاش إشكالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من زوايا مختلفة. الجرائم الاقتصادية والمالية أصبحت من الأخطار الأولى اللي كتنصف المجتمعات، ماشي فقط اقتصاديا ولكن كيمكن تنصف حتى الاستقرار والأمن. من هنا أهمية إبداع تقنيات وتضافر الجهود والتنسيق فيما بين المؤسسات العاملة في هذا المجال واستجماع المعلومات للحد من تأثير هذه الآفة على مجتمعين نامي يتطلع للازدهار وللتقدم. الندوة يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون حكوميون وكبار مسؤولي أجهزة الشرطة، وتبحث عدة مواضيع من بينها آثار الجرائم المالية والاقتصادية على الرأس المال اللامادي للمغرب، واستغلال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل وعلاقتها بهذا النوع من الجرائم. الهدف من هذه الندوة هو التفكير بشكل جماعي في السبل والآليات التي من شأنها كشف الجريمة الاقتصادية والمالية والوقاية منها وكذا محاربتها. موضوع الجريمة المالية والاقتصادية هو من الأمور المستحدثة التي تسيء إلى الاقتصاد الوطني وإلى أمن وسلامة المواطنين، ولعل الجريمة الاقتصادية والمالية بأشكالها المتعددة التي تتطور بفعل تطور الوسائل التكنولوجية والاتصالية يهدد كيان الاقتصاد الوطني. التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة يحتم على مختلف المتدخلين تعزيز إجراءات اليقظة والتحسيس بمخاطر هذا النوع الجديد من الجرائم الذي صار عابراً للحدود بالنظر إلى انعكاساته السلبية على الأمن والاستقرار وحفظ النظام العام.